يشرفني أن أرحب بكم اليوم في هذا الموقع الذي تشرفون منه فخامة الرئيس على انطلاق مشروع تقوية خط الربط الكهربائي العالي الجهد بين نواكشوط ونواليبو وتشين توسعة معتبرة للشبكات الكهربائية في مدينة نواكشوط. ويدخل المشروعان في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة إلى ولوج كافة الموريتانيين للكهرباء بحلول سنة 2030. وتقوم العناصر الأساسية للاستراتيجية بشقها الاستثماري على 5 محاور. أولا، بناء منظومة كهربائية متكاملة مرتبطة وفعالة على جميع التراب الوطني. ثانيا، تكثيف الشبكات في الوسط الحضري خاصة المدن الكبرى نواكشوط ونواليبو وعواصم الولايات لأجل وصول الأحياء السكنية غير المغطاة. ثالثا، توسعة الشبكات لتشمل المدن والبلدات والقرى القريبة من مصادر الطاقة الثابتة. رابعا، تنفيذ برنامج استعجالي لتعزيز الإنتاج الكهربائي في 50 مدينة داخل البلاد. خامسا، تنفيذ البرنامج الخاص بكهرباء المناطق الريفية المعزولة عبر استخدام الطاقة المتجددة. فخامة الرئيس، أصحاب معالي أيها السيدات والسادة، تستهدف إطلاق مشروع تقوية خط الربط الكهربائي إضافة دارات نقل ثانية إلى الخط عالي الجهد 225 كيلو فولت أحادي دارة بين نواكشوط وبول نوار. وسيمكن هذا الربط من مضاعفة سعة العبور الكهربائي للخط لتصل إلى 200 ميجاوات من أجل تأمين إضافي لتزويد مدينتي نواكشوط ونواليبو بالطاقة الكهربائية والمناطق الصناعية والمعدنية للبلاد. كما سيمكن المشروع من نقله وتوزيع إنتاج محطة بول نوار الهوائية ومحطات الطاقة المتجددة المسمع بناؤها مستقبلا في هذه المنطقة. وسيعزز من استقرار الشبكة وتقوية التبادل الطاقوي. ونظرا لأهمية الاستمرار في خدمة الكهرباء، فقد اتخذت الشركة الوطنية للكهرباء الإجراءات العملية والفنية لتنفيذ إشغال هذا الربط الكهربائي الهام دون توقيف الخدمات أو التأثير على أدائها. وتبلغ كلفة المشروع ما يناهز 9 ملايير روقية قديمة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي. وهذه مناسبة لأعرب باسمكم فخامة الرئيس وباسم الشعب الموريتاني والحكومة الموريتانية للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن جزيل شكرنا وخالص امتناننا لدعمهم المتواصل. فخامة الرئيس، صاحب المعالي أيها السيدات والسادة، بخصوص توسيط وتقوية شبكات التوزيع في مدينة نواكشوط، فإن هذا الإنجاز يستهدف مواكبة التوسع الأفقي المتسارع المسجل في العاصمة، كما يستجيب لارتفاع المطالب الذي يشهده الطلب فيها، حيث يزيد على 10% سنويا، وتعتبر هذه النسبة من أعلى المعدلات عالميا، مما يتطلب مجهودات متواصلة في تعزيز وتوسعة وتكثيف شبكات التوزيع والرفع من القدرات الإنتاجية بشكل مستمر. كما يعكس ارتفاع الطلب تزايد المستوى المعيشي للمواطنين ونمو البلاد ولله الحمد. يتألف هذا الإنجاز من المكونات الأساسية التالية: بناء وتجهيز 18 محطة تحويل بقدرة تبلغ 630 كيلو فولت أمبير، بناء 65 كيلومتر من خطوط الشبكات الأرضية بجهد متوسط 15 كيلو فولت، بناء 110 كيلومتر من خطوط الكهربائية بجهد منخفض، وتركيب 600 وحدة إنارة عمومية. وسيمكن هذا الإنجاز على الخصوص من الولوج إلى خدمة الكهرباء في الأحياء النائية لمدينة نواكشوط، وإضافة 12,000 توصيلة جديدة في مناطق ترحيل والميناء، ترحيل الميناء، ترحيل 21 الرياض بكل من قطاع 18 وقطاع 14، وتقوية جهد الشبكة في المناطق التي تعاني من انخفاض التيار، وبالتالي تحسين جودة الخدمة في المناطق كيلومتر 12 من الرياض، القطاع 6 والقطاع 17 من عرفات، القطاع 8 من عرفات، الحي الساكن، دار السلام ودار النعيم الناحية 5، تقسيم 5، تقسيم 6، عين طرح في تيارت، حي النجاح وبعض أحياء تبرغ زينة، القطاع 6 من الإكسار والجزء الثاني من السرقة.
وسيسهم المشروع في تعزيز الأمن عبر نشر الإنارة العمومية وفتح الفرص لتحسين الظروف المعيشية للسكان. وقد تولت الشركة الوطنية الكهرباء صوملك دراسة وتنفيذ هذا المشروع بالكامل، وبلغت كلفته ما يناهز 1.35 مليار أوقية. وفي الأخير نحيل فخامة الرئيس، ندعوكم للتفضل بالاستماع للشروحات حول مشروع تقوية خط الربط الكهربائي بين نواكشوط وبولنوار، وإعطاء الإشارة لاحقا لبدء في تشغيل توسيع الشبكات الكهربائية في نواكشوط. وأشكركم.